دلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الأوقاف هيكون موضوع خطبة الجمعة وقولوا للناس حسنى، مخاطبة الناس جميعاً بأحسن الكلام في عالم الواقع أو السوشيال ميديا، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية. وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة لتكون ما بين 10 دقائق و 15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معاً كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز. وأكدت أنه من الأفضل أن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيمله، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير. النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية حفل الموسيقار هشام خرمة وده في 8:30 مساء على مسرح الجمهورية. برنامج الحفل بيتضمن تقديم مجموعة من مؤلفاته الخاصة اللي بتدمج الآلات الشرقية والغربية برؤية فنية معاصرة، منها أندلس وكن وأمل وخلخال ووادي الملوك والحكاية وبدر وتحرك والغروب واليقين والبداية والنهاية، ده إلى جانب مجموعة من الألحان الشهيرة منها حلوة بلادي شمس الزناتي وغيرها من الألحان. لعشاق الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع المباراة الافتتاحية للجولة 9 من عمر مسابقة الدوري، هيلتقي ليستر سيتي مع نوتنغهام فورست في تمام الساعة 10 ليلاً. ولعشاق الكرة الألمانية موعدهم النهاردة أيضاً مع المباراة الافتتاحية للجولة 8 من عمر مسابقة الدوري، هيلتقي بروسيا مونشنغلادباخ مع مايندس في تمام الساعة 9:30 ليلاً.